يسعد مساكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي قانون اللعبة. في الحلقة اللي فاتت أو خلينا نقول في الجزء الأول من رياضة التراثلون مع الدكتور صلاح وحيدي اللاعب، ومثل ما هو تفضل اللاعب الهاوي لهذه الرياضة لهدف معين في نفسه، وبلا شك هذا الهدف ما يتحقق إلا بالاستمرارية. اليوم راح نكمل الحلقة باللعبتين المتبقيتين في التراثلون، وسولف عن السباحة والمسافات وكيفية خلينا نقول السباحة وطريقتها مع خلينا نقول لجنة المنظمة أو السباق نفسه. راح نكمل المشوار ولكن بعد البطاقة للتعرفية. خلوني ارحب بالدكتور صلاح وحيدي، حياك الله صلاح الدكتور ويانا مره اخرى في قانون اللعبه. الله يحييك. سلفنا مثل ما قلت يمكن بالبدايه في الجزء الاول عن السباحه، الحين بنكمل الحلقه عن الرياضتين المتبقيتين في التراثلون اللي هي الدراجه الهوائيه ولا الجري. الحين الدراجه الهوائيه، بس قبل أن ابدي انت سالتني سؤال بالحلقه اللي طافت عن متى بلشت. وهذه انت ما خليتك انا اجاوب. لا انا استثبت شيء ثاني، بس بحب يعني ابين ان يعني على موضوع العمر انا بلشت بهالرياضه. يعني انا اول كنت اركض بس يعني، والقاري والسباحه هذا بوقت ثاني. جميل. بس متى جمعتهم مع بعض وشاركت باول سباق؟ قبل سنه بالضبط، شهر 3/2021. حلو، تبارك الله. يعني توك توني جديد وعمري كان يعني لما بلشت 45 والحين 46، بكمل 47. فالقصد ان الرياضه حق كل الاعمار، وانا اشجع عليها، واللي برافو. يعني يبي يجرب نفسه على الاقل يشترك بالسوبر سبرنت اللي هي اقل مسافه، بس يعرف يعني يحس بطعم بلذه هذه الرياضه الحلوه. كلامك سليم. دام فتحت لي الباب زين دكتور، بقول وين هذا الامر انت قاعد تتدربه دام انت هاوي؟ يعني ما في في نادي التراثلون، لكن وين الدكتور قاعد يتدرب عشان اللي يشوفك ياخذ في كلامك ويقول خليني اروح اتدرب، بس ما لي خلق اتدرب مع مجموعه، بتدرب روحي بعدين ادش. ما شاء الله في مدربين الحين كثار. انا مدربي رافائيل موجود هنا بالكويت، ويعني اعطاني جدول كامل وقال لي شنو لازم اسوي. من طبعا اول سباقين ما كان عندي مدرب وصدق تعبت. السباق الاخير ارتحت كاني يعني كانه وناسه، يعني رحت يعني صدق عارف السيستم، عارف السيستم، عارف يجهزني حق هالسباق. فواحد يختار له مدرب والمدرب يعطيه جدول ويتابعه الاونلاين يعني من بين فتره وفتره، يشوف ان اذا هو ماشي صح على الجدول ولا لا. جميل. طبعا مشكله الدراجه الهوائيه بالكويت يعني هذا اكبر مشكله عندنا. ان دكتور لا, لا 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 عندنا كل شيء بالدراجات، كل انواع الدراجات الا التراثلون يمكن لها نوع معين. لا عندنا الدراجات، نوعيه الدراجات، كل شيء متوفر. القصد انه وين تمارسها. يعني الحين الله يعطيهم العافيه، كويت موتر تاون فتحوا لنا الحلبه مالتهم. نعم. يوم الثلاثاء من الساعه 4 للساعه 8، ويوم السبت من الساعه 7 الصبح للساعه 11. حلو. عشان نقدر نتمرن. ممتاز. يعني تبي مكان امن تتمرن من غير ما تحاتي مثلا شارع سيارات وهذا. صحيح. فهذه يعني المبادره جميله منهم. اي يعني الله يعطيهم العافيه، بس نتمنى ان تكون يعني يعني استخدام الدراجه الهوائيه يكون اكثر امن حتى بالشوارع العاديه. تقصد انه يبغى اعطونا طرق خاصه حق الدراجات اللي احنا نرتاح فيها، عشان حتى بالواجهه ما نشوفهم بين الناس يمشون، والناس ما يشوفون بعض يعني حتى لهذا احنا نخاف يتمشون عشان تشوف في قوار يعني بينهم. تحاتم منه ولا تلوم منه؟ ما تقدر تلوم احد. على العموم نطوي هذه الصفحه، بنروح الى الدراجه خلال المسابقه. من بعد السباحه طلعت على الشاطئ في قاري ناطرك، هل هذا القاري من ضمن السباق او اللجنه المنظمه وهم يحطونه، ولا قاريك الخاص انت مجهزه لك؟ هي يسمونها الترانزيشن اريا.
ترانزيشن اريا، منطقة تبديل، تبديل الملابس او بالعربي يسمونها بهالشيء. حلو. هذه المنطقة انت مسؤوليتك انت تروح تجهز الدراجة قبل بيوم، تحط اغراضك مكانهم، ولها قوانين. يعني اذا تحط اغراضك مكان ثاني ممكن يعطونك مخالفة او تعتبر برا السباق. حلو. فلازم تعرف شنو القوانين. نوع المخالفة شنو دكتور؟ تأخير يعني في عدد ثواني مثلا؟ لا، بالنسبة حق الترانزيشن لازم لا شيء المفروض الكل يلتزم فيه. اللي ما يلتزم فيه برا السباق. حلو. دايركت. دايركت. تاخذ القاري؟ القاري تاخذ القاري تطلع فيه متى تركب عليه. هني لازم تنطر ليل خط في خط محددينه. بعدين تركب على القاري. تركب قبله هم مشكلة. هم تعتبر الخوذة ولا بدون خوذة؟ الخوذة. الخوذة إذا ما تلبسها وتربطها هم تعتبر مخالفة، ممكن تكون ديسكواليفايد. حلو. تطلع بالقاري، تمشي بالقاري مسافة اللي قلناها، يعني يعتمد أنت وين. خلينا نقول على أقل شيء اللي هو 10 كيلو. 10 كيلو أو 20 كيلو السوبر سبرنت الحين ما أتذكر. ممتاز. بس لما تمشي هناك الحين في كل سباق لهم قوانينهم الخاصة. في سباق يقول لك الدرافتنج مسموح، وفي نون درافتنج. الدرافتنج شنو؟ انك تكون تقرب من القاري اللي قدامك. أيوة. وهو يصد عنك الهواء فتكون انت مرتاح. انت يعني تكون تبذل طاقه اقل. صح. فتمشي بطريقه وانت مرتاح. حلو. لنهايه السباق. حلو. تكون مخزن طاقتك حق متى؟ حق الركض. الركض. نعم. إيه؟ من بعد الركض او عفوا من بعد الدراجه ووصولك الى المنطقه خلاص المسموح لك او المحرم اللي تطوفها فيها، راح اكمل وياك الدكتور صلاح، لكن خل اطلع مع الساده المشاهدين بهذا التقرير. رياضه الترايثلون عباره عن سباق ثلاثي وهو اشبه بالماراثون، وهي من الالعاب الاولمبيه بدايتها في فرنسا عام 1920 الى 1930. وتحتاج هذه الرياضة إلى لياقة بدنية عالية، وتبدأ رياضة الترايثلون على شكل مراحل مختلفة. تبدأ بممارسة السباحة ثم ركوب الدراجات ثم الجري. رجعنا لكم مع الدكتور صلاح. خلصنا السباحة، خلصنا الدراجة، الحين الركض. اي بس قبل لا ننتقل للركض. نعم. بالنسبه للدراجه السباقات اللي يقولون ممنوع فيها الدرافتنج، يعني ممنوع تسوي الحركه هذه. ممنوع. اي في سباقات يقول لك ممنوع. حلو. هذا عارفين السالفه. إذا, اذا 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 ما التزمت بهالقانون يقعدونك بخيمه العقاب مده 5 دقائق، ياخرونك. فالتايم عاد راح عليك. فانت المفروض انك ما، وان اذا طفت يعني عندك 15 ثانيه بس عشان تطوف المتسابق اللي قدامك. اذا ما طفتها بال 15 ثانيه لازم تقلل سرعتك، تعطي يعني ترجع مره ثانيه. لازم تحسبها. حلو. وبس الطوفه هو لازم يقلل سرعته ويخلي مسافه 3 قواري بينك وبينه، وبعدين هو يحاول يطوفك. تمام. يعني هذا لازم ضمن القانون. اي لان ممكن واحد يتاخر، يقعدونه 5 دقائق اذا ما التزم بهال. حلو. بهالقانون. اذا طاف من الجهه الثانيه. يعني مثلا احنا بالكويت المفروض الطوف من اليسار. صح. اذا طفت من اليمين. هذا يعتبر بعض السباقات يعتبر ديسكواليفايد، برا السباق. برا السباق. فعاد انت لازم تعرف يمين ولا يسار. حق السباق. شكرا على تواجدك، والشكر الأكبر بالرسالة اللي قاعد توصلها لنا. فعلا رسالة لي شخصيا قبل الجميع، أن العمر ما يوقفنا. العمر هو بالعكس بداية لأي شيء بخاطرك تسويه، ولكل عمر بالعكس يعني حلاوته ظاهر الأربعينات اللي أنا توني قبل يومين داشه، فظهر حلاوته بهذه الاشياء. في ناس بالستينات السبعينات ما شاء الله تبارك الرحمن، ظهر الحلاوياته متاخره. فشكرا دكتور صلاح على تواجدك اليوم لنا في قناه الادب. شكرا. الله يخليك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه في الجزئين، الجزء الاول والثاني الخاصه في رياضه الترايثلون بالالعاب المتنوعه، بدايه من خلينا نقول السباحه وصولا الى الدراجة الهوائية، إلى الختام وهو طبعا
الجري لمسافة معينة. بالنهاية هي هو هدف تحب أنت تحققه لشخصك، ومن ثم عاد إذا بخاطرك بعد تجيب ميدالية وتستانس فيها هذا شيء آخر وشيء أكبر وأسمى، بلا شك يعتبر إنجاز لك ولي خلينا نقول دولتك اللي أنت راح تمثلها في هذه السباقات. العموم وصلنا إلى الختام، نلتقي على خير في حلقة أخرى برياضة أخرى وقوانين أخرى، فوالله.